بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسباب البراءة في تجربة عملية شخصية في إحدى الجنايات من ضمن مبادرة نقابة المحامين عن أسباب البراءة وتبادل الخبرات في هذه المسألة. أولا اسمحوا لي أشكر نقابة المحامين والسيد الأستاذ الجليل نقيب المحامين الأستاذ رجاء عطية والأساتذة القائمين على مجلس النقابة والمسؤول الإعلامي عن النقابة الحقيقة عن الجهد المبذول في الفترة الأخيرة. الفيديو دوت اسمحوا لي ندخل في الموضوع مباشرة. الفيديو دوت هنتكلم في تجربة عملية في كانت جناية اتجار بمخدرات، الجناية رقم 1306 كل جنوب الجيزة. حقيقة من القضايا اللي اترفعت فيها وكانت أسباب البراءة فيها مستندة إلى عدة دفع. كان من ضمن هذه الدفوع دفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، عدم معقولية تصوير الواقعة كما أدلى بها السيد محرر المحضر، الدفع بتلفيق الاتهام، عدم وجود دليل إدانة وعدم وجود الشاهد على مسرح الجريمة، تعديل الوصف القانوني للاتهام باستبعاد قصد الإتجار من الاتهام. يعني كان في مجموعة من الدفوع، ولكن خليني أتكلم في دفعين بس، نقطتين. كان النقطتين دول هما من النقاط الجديدة جدا اللي فرقت معايا في هذه القضية وأدت إلى الوصول إلى البعض. الدفع الأول أو المسألة الأولى عدم معقولية تصور الواقع. أنا أعلم جيدا أن مسرح الجريمة ليس ركنا من أركان الجريمة، وإن كان هو قد يكون دليل من أدلة إثباتها أو أدلة نفيها. السيد محرر المحضر قال إن هو شاف المتهم أو جات له إخبارية أن المتهم بمتخذ من ناصية شارع كذا، تقاطع شارع كذا مع شارع كذا، مكان لترويج المخدرات على زبائنه من المدمنين، فراح هو والقوى المرافقة وقعد يراقبه من الساعة 12 الظهر إلى الساعة تقريبا 1:15 أو 1:15 الظهر، ثم ألقى القبض عليه. فهو بيراقبه من الساعة 12 للساعة 1. فأنا عشان الوصف اللي هو وصفه، عشان ادفع بدفع عدم معقولية تصور الواقعة، كان لازم الاول اشوف هل الواقعة دي فعلا متصورة عقلا ومنطقا ولا لا. يعني لازم اكون مقتنع بالدفع، لازم اكون متصور لمسرح الجريمة. فعلا رحت لمسرح الجريمة وشفت تقاطع الشارع مع تقاطع الشارع الرئيسي اللي هو بيتكلم عنه، اللي هو الناصية على حد تعبيره في محضر الضبط اللي وصفه، واذ بي افاجأ ب شيء لم يكن يخطر على بالي حقيقة. لقيت في نفس المنطقة ديت كمين شرطة، نقطة شرطة ثابتة مبنية حجر طوب على الجزيرة في الشارع الرئيسي اللي هو بيتكلم عنه دوت، وأمام نفس الناصية اللي هو وصفها في محضر الضبط. فطبعا كان شيء مذهل. يعني محكمة النقض قالت انه لا يتصور عقلا ولا منطقا ان يقوم المتهم بترويج المخدرات امام على قارعة الطريق أمام مأمور الضبط القضائي، ده شيء لا يتصوره عقل ولا منطق. يعني فعلا فاضطريت ان انا اصور المسرح الجريمة تصوير فيديو، وكانت اللوحات بتاعة الشوارع موجودة، وصورت التقاطع ده مع التقاطع دوت، والساعة برضو صورتها الساعة 12 الظهر في نفس الزمن اللي كان السيد محرر المحضر، زمن موازي لي يعني في فترة الظهرية. شوف الشارع دوت زحمة ازاي، زحام رهيب. ولحسن الحظ ان كان في رئيس النقطه ديت كان واقف على باب نقطه الشرطه ديت او على باب الكمين ده، كان برتبه رائد، فرحت له واتكلمت معاه وقلت له فين شارع كذا، سالته فقال لي شارع كذا، قلت على اسم نفس الشارع اللي كان موجود في المحضر، شاور لي عليه فعلا وظهر ده في الفيديو، وظهر على نفس الناصيه اللي محرر المحضر ذاكرها. فطبعا امر غير منطقي، لا يعقل ان واحد يقف يروج لمخدر الهيروين 47 تذكرة هيروين زي ما محرر الضبط قال في منطقة زي ديت أمام نقطة شرطة ثابتة. فكان فعلا الدفع التصوير المسرح الجريمة دعم موقفي جدا في إثبات هذا الدفع عدم تصور
واقعت الاتهام كما صورها او كما حررها مأمور الضبط القضائي او محرر المحضر. ده كان الدفع الاول او الدفع اللي كان فيه شيء مستحدث حبيت ان انا اشاركه مع حضراتكم. الدفع الثاني اللي كان مهم قوي حبيت اشوف الراجل محرر المحضر الضابط محرر المحضر كان خط سيره ايه في اليوم دوت. فعرفت من اسم الشرطه ان هو في اليوم دوت حرر حوالي 9 محاضر. جبت ارقام ال9 محاضر، اتجهت للنيابات المختصه، اتجهت للمحاكم المختصه، صورت ال9 قضايا، قريت القضايا بالتفصيل. انا عايز اعرف الراجل دوت خط سيره ايه في اليوم دوت، اليوم اللي هو قبض على المتهم بتاعي فيه، الراجل ده كان بيعمل ايه؟ لان انا متاكد من براءه هذا المتهم، المتهم لم يرتكب هذه الجريمه يعني، وانا متاكد من ذلك. فكان لازم اشوف طب ازاي تم تلفيق هذا الاتهام، ايه 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 مبررات، كان فين الراجل المحرر المحضر وهو بيلفق له الاتهام. واذ بي افاجئ في احد القضايا ال9 اللي عملها في نفس تاريخ تحرير المحضر بتاع القضيه بتاعتنا، لقيت قضيه ثانيه برقم ثاني بيقول فيها نفس الضابط محرر المحضر، بيقول فيها اني دهمنا وكر المتهمين الآخرين، وبناء تنفيذا على أمر النيابة العامة، وقعدنا نطلق عليهم النار وهم تبادلوا معنا إطلاق النار، ومن الساعة 11 الظهر لغاية الساعة 2:30 لما قدرنا نقتحم الوكر بتاعهم وقدرنا نقبض عليهم. فالمسافة ما بين المسرح الجريمة بتاع القضية الثانية ومسرح الجريمة بتاع قضيتي ما يقرب من حوالي 25-30 كيلو، هو في نفس الدائرة، الدائرة ضخمة شوية، 25-30 كيلو. فأنت بتقول في القضية الثانية أنك أنت من 11-3 وانت بتحاول تقتحم الوكر بتاع المتهمين بتاع الجناية الاخرى، في الجناية بتاعتي بتقول انك انت وقفت تراقب المتهم من الساعة 12 للساعة 1:15. طيب انت طالع بمنظرين ولا ايه يعني؟ هل انت كنت هنا في القضية بتاعتي ولا في القضية التانية؟ فانت صادق في واحد فيهم. القضية التانية فعلا تم الحكم عليهم في الجناية الاخرى بناء على شهادتك، اذا هو ثبت صحة أقوالك لدى الدعوة الأخرى، يبقى قطعا أقوالك عندي غير صحيحة ولا يمكن التعويل على أقوالك كدليل من أدلة الاتهام. قدمت دوت للمحكمة، المحكمة فعلا اطلعت على هذه القضية الأخرى، أيقنت وتأكدت أن فعلا محرر المحضر لم يكن موجودا على مسرح الجريمة ولم يقم بضبط المتهم. اللي خلاني أشك في ده حاجة بقى، اللي خلاني أشك في دوت وأجيب خط سير الضابط دوت في نفس اليوم، أني لقيت الحرز وكيل النيابة في وهو بيفض الحرز مع المتهم في محضر التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة، فوكيل النيابة بيقول وعرض علينا مظروف لونه كذا ومحرر بأنه محرز من قبل فلان الفلاني. اللي حرز المخدر مش هو اللي عمل المحضر، مش هو اللي قبض عليه وهو اللي عمل المحضر. فطب ليه يعني؟ ده خلاني أشك، ليه انت قبضت على المتهم وحرر وألقيت القبض عليه وانت اللي حررت المحضر وانت اللي عملت كل حاجة، ليه مش انت اللي حرست المادة المخدرة؟ ليه الحرز مختلف؟ ففعلا الشك دوت ساقني الى دليل انه محرر المحضر لم يكن موجودا على مسرح الجريمه، وده كان دفع جوهري جدا ومهم جدا، لان كان دليل الادانه الوحيد هو شهاده الشاهد الضابط محرر الواقعه، وثبت عدم صحه هذه الشهاده لاستحاله وجوده على مسرح الجريمه لوجوده على مسرح جريمه اخرى في قضيه اخرى في جنايه اخرى، وثبتت بحكم نهائي قطعي انهى النزاع، وبالتالي ترتب عليه اني حصلت على البراءة في هذه الجناية بسبب اني تتبعت خط سير الضابط وجبت ال9 قضايا وطلعت منهم دليل او ما يفيد الدفع او يدعم الدفع بتاعي والتصوير مسرح الجريمة وما يفيد عدم معقولية تصور الواقعة. دي كانت مسائل يعني مفيدة في هذه الجناية حبينا ان احنا نشاركها مع حضراتكم في مبادرة نقابة المحامين لمشاركة اسباب البراءة في مثل هذه القضايا.